تدرس هيئة قناة السويس المصرية منح تخفيضات على رسوم العبور تتراوح ما بين 10 إلى 20% للسفن المراعية للمعايير البيئية. رئيس الهيئة أسامة ربيع أعلن في كلمة خلال فعالية قناة السويس المنعقدة في معرض إكسبو 2020 في دبي، قال إن لدينا برامج للحفاظ على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء، حيث ندرس منح تخفيضات تتراوح بين 10 و15 و20% إلى جانب برنامج نقاط وحوافز مالية وغير مالية بما يخلق صورة لقناة خضراء تحافظ على البيئة. وتعتزم قناة السويس اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال هذا العام تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة بتقليص الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة، منها دراسة تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية، بما يمكن من خلاله إعلان قناة السويس القناة الخضراء. وقد منحت قناة السويس خصماً على الرسوم، خصوصاً رسوم عبور ناقلات الغاز المسال في الفترة الممتدة من أول يناير إلى 30 يونيو المقبل، وتتراوح نسب التخفيض بين 30 إلى 70% للسفن العاملة بين الخليج الأمريكي وعدد من الموانئ الأسيوية. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 12.8% إلى 6.3 مليار دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى تحققه القناة المصرية في تاريخها، وذلك بدعم من جذب سفن جديدة للمرور بها بعد تخفيض الرسوم.